الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: العلامة التي تظهر بكثرة السجود في الجبهة هل هي من علامات الخوارج؟ والدليل صفة ذي الخويصرة في اعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح وصف من هي فيها؟ هل يصح وصف من هي فيه أن به صفة خلقية من صفات الخوارج؟ وما هي أصول الخوارج؟ الحمد لله. الذي ينبغي الجواب عنه في هذا السؤال وينبغي التنبيه عليه هو صفات الخوارج وأصول الخوارج، هذا من أهم ما ينبغي التنبيه عليه. والمتقرر عند العلماء أن للخوارج صفات كثيرة ذكرتها الأدلة الصحيحة المتواترة في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هي التي لا بد أن نتعرف عليها وأن نتفقه فيها. فمن ذلك وهو أعظمها الجرأة على العلماء، بل إن المنظر لهم تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك الرجل: يا محمد اعدل، وقال يا رسول الله اتق الله. فعندهم جرأة على من خالفهم ولو كان من أهل الفضل والعلم، بل ولو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد خرج الإمام أحمد في مسنده من طريق سعيد قال: كنا مع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقاتل الخوارج، وقد لحق غلام لابن أبي أوفى بالخوارج فناديناه: يا فيروز، هذا ابن أبي أوفى. فقال فيروز: الذي أصبح خارجيا نعم الرجل، يعني الصحابي ابن أبي أوفى، لو هاجر إلينا، أي لو هاجر إليهم معاشر الخوارج، يعني الخوارج. قال ابن أبي أوفى له: ما يقول عدو الله؟ فقيل: يقول إن ابن أبي أوفى نعم الرجل لو هاجر إلينا. فقال: أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم. وهذا حديث حسن. فإذا لا تعجبوا أيها الإخوان من جرأة هؤلاء الخوارج على مشائخ علماء أهل السنة خاصة وعلى علمائنا، فإنهم لا يرضون عن أحد حتى ينزع البيعة من إمامه ويهاجر إليهم وينضم إلى حزبهم ولو كان صاحبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا استهتارهم بالعلماء وقدحهم في العلماء وجرأتهم على العلماء، بل وتكفيرهم للعلماء ونبزهم وقدحهم في نيات العلماء ووصفهم للعلماء بصفات السوء، هذا من أعظم ما يميز الخوارج مما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم كذلك صلاح الظاهر وفساد المعتقد والفهم والباطن. فمن أعظم ما يميز الخوارج كذلك أنهم وإن بدا صلاح لهم في الظاهر إلا أنهم في الباطن من أفسد الناس فهما ومن أفسد الناس عقيدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم، ولكنهم والعياذ بالله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا لا تغتروا بزهدهم ولا بعلامات السجود إذا خرجت على الواحد منهم مع فساد منهجه وفساد عقيدته. فإذا هذه العلامة لا تدل لا على صلاح ولا على طلاح، وإنما المقصود صحة المنهج وسلامة الاعتقاد. فلا تغتروا بزهد الخوارج المزعوم
ولا تغتروا بتشددهم في أمورهم، ولا تغتروا بدعواهم نصرة الدين والدعوة والجهاد، فإن العبرة بموافقة الرجل للسنة وتمسكه بالمنهج السلفي الصحيح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج مع شدة، مع إخباره بشدة عبادتهم وبكائهم: هم شر الخلق والخليقة، كما خرجه مسلم في الصحيح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الإمام مسلم أيضا: إنهم من أبغض خلق الله إليه، مع شدة عبادتهم. لكنها لم تكن قائمة على ساق صحيح من الاعتقاد الصحيح والتوحيد الخالص والمنهج السليم والفهم المستقيم، صاروا من أبغض خلق الله عز وجل إليه. ومن صفاتهم كذلك إظهار شيء من الحق ليتوصلوا به إلى الباطل الذي يريدون. فهم وإن أظهروا شيئا من الحق، إلا أنهم لا يريدون الحق لذاته، وإنما يريدونه ليتوصلوا به إلى باطلهم الذي يزعمون أنه هو الإصلاح في الأرض. فهم يظهرون الإصلاح والمطالبة بالخلافة الإسلامية والمطالبة بتحكيم الشريعة حتى في بلاد قد تحكم الشريعة، كما في بلاد التوحيد التي يسعون الآن لتخريبها وتدميرها على أهلها الموحدين، عليهم من الله ما يستحقون. فهم وإن أعلنوا هذا الأمر وقالوا بزخرف القول غرورا، إنما ذلك ليتوصلوا به إلى حمل السلاح وإسقاط الدولة. في صحيح مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحرورية، يعني الخوارج، لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب قالوا: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. وصدق رضي الله عنه، وكم من كلمة حق أريد بها باطل في هذا الزمان. فلا تغتروا بمن يزعم أنه ينطق بكلمة الحق لكن هواه ووجهه ونصرته لغير أهل السنة والجماعة ولغير السلف الصالح، فهو لا يريد نصرة السلف ولا يريد نصرة الدين ولا الكتاب والسنة، وإنما يريد نصرة مذهبه وعقيدته التي يدين بها هو، وهي عقيدة فاسدة. ولذلك عادوا أهل التوحيد، عادوا المجاهدين من الموحدين، سفكوا دماءهم، استحلوا أعراضهم، أخذوا نهبوا أموالهم بحجج داحضة، إنما ذلك ليتوصلوا به إلى تحقيق أهوائهم في الأمة. لذلك لا بد أن نحذر منهم، فقد استباح قدماؤهم كثيرا من دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموالهم، وهم في ذلك يحسبون أنهم ينكرون المنكر وينصرون الدين، وهم يلبسون بذلك على العوام فيقولون كلمة الحق التي تقشعر منها الأبدان، ولكنهم يقولونها ليتوصلوا بها إلى باطل قد أضمرته نفوسهم. ومن صفاتهم كذلك الجهل بالكتاب والسنة وسوء الفهم لمعاني الأدلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، حديث صحيح. وسبب هذا الجهل زهدهم في العلماء وترفعهم وكبرهم وغطرستهم عن الأخذ من العلماء الصادقين الراسخين، لأنهم ينبذون العلماء بأنهم علماء سلاطين وأنهم منبطحون تحت أقدام الحكام والأمراء. فلأنهم لا يحترمون العلماء فهم لا يأخذون عنهم، والذي لا يأخذ منهجه ودينه وعلمه عن العلماء فإنه سيكون في ضلال مبين. إذن يجب علينا الحذر منهم، لأن عندهم أفهاماً فاسدة كاسدة، فكثر عندهم إراقة الدماء وإثارة الفتنة الدهماء، كل ذلك بسبب جهلهم بأدلة الكتاب والسنة وما يعلمونه من الكتاب والسنة، فإنهم يفهمونه على غير فهم السلف الصالح، فيأتون إلى آيات نزلت في الكفار
ويجعلونها على عباد الله المؤمنين الموحدين. ومن صفاتهم كذلك استباحتهم لدماء المسلمين والمعاهدين، واستحلالهم أعراض المسلمين وأموالهم وأولادهم. في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه حرض المسلمين على قتال الخوارج لما نزعوا بيعته وأفسدوا في الأرض، فقال بعد أن ذكر حديث الخوارج ووقوفهم من الإسلام، قال: يا أيها الناس، أتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح المسلمين، فسيروا على اسم الله، أي في حرب، أي لحربهم. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن شداد: هل قتلهم علي بن أبي طالب؟ تعني الخوارج. قال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل، يعني أنه لم يبدأهم بالقتال، ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام واستحلوا دماء أهل الذمة، وهو حديث سنده جيد. فهذا يدل على خصلة من خصال الخوارج، وهي استحلال دماء أهل الذمة ودماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، لأنهم يرون أن الذي أعطاهم العهد والأمان ولي أمر كافر، فهم بسبب تكفيرهم لولاة الأمر وللعلماء ولعموم المسلمين يجعلون كل عهد يصدر من إمام المسلمين عهداً باطلاً لا يوجب الأمانة والذمة لأهل الذمة والأمان. ففي الحديث المتقدم أن علياً بعث إلى الخوارج قبل أن يقاتلهم فقال: بيننا وبينكم ألا تسفكوا دماً حراماً أو تقطعوا سبيلاً أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هذه هي صفاتهم. ومن صفاتهم كذلك أنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. ومن فضل الله أنه لا يكون معهم أحد من أهل العلم ولا الفضل ولا السنة، أما الذي يدافع عنهم فهو إما أن يكون منضمًا إلى مذهبهم وعقيدتهم، أو يكون جاهلًا بحقيقة أمرهم. نسأل الله أن يفقهنا والمسلمين جميعًا في حقيقة هؤلاء الذين خذلوا الإسلام وخذلوا أهله وفوقوا بنادقهم ومدافعهم إلى صدور إخوانهم المسلمين الموحدين. ومن صفات الخوارج كذلك الطعن في العلماء وصرف الشباب عن مجالسة العلماء. فأول شيء يزرعونه في قلب من يتبعهم بغض العلماء، بغض العلماء والقدح في العلماء، وهذا كيد كبار منهم، لأنهم يريدون أن يقطعوا طريق الرجعة على هذا الشاب في تكريهه لمصدر العلم الذي يستطيع به أن يكشف شبههم وأن يبين وأن يكشف عوارهم وأن يفضح مخططاتهم وأن يبين صفاتهم، فهم يريدون قطع خط كشف شبههم، فيكرهون شباب الأمة في علمائها ويبغضونهم في أهل الدين والفضل، حتى إذا كره الشاب أهل العلم ووقف منهم المواقف المخزية الفاضحة في قلة الأدب عليه، بدأوا يصبون في قلبه وعقله صبًا تلك العقائد الفاسدة، فيبقى الشاب في أول أمره مشوش الذهن لا يدري إلى من يرجع ليسأل، لأنهم قطعوا طريق الرجعة عليه في سؤال العلماء، فلا يجد أمامه إلا هؤلاء سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، صغار العلم، فيسألهم فيؤكدون ما صبه قادتهم في ذهنه وعقله، فحينئذ يكون حرباً على الأمة الإسلامية. فأول ذلك تكريهه في العلماء وتحذيره من مجالسة أهل العلم الراسخين والقدح فيهم والطعن فيهم، حتى
يأمن على شبههم ألا تنكشف، ويأمن على عوارهم ألا يفضح. لأن الشاب متى ما رجع إلى أحد من أهل العلم فإنه سيبين له حقيقة مذهب هؤلاء. فنجحوا مع كثير من الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا طعنهم في العلماء وصرف الشباب عن مجالستهم هذا من أعظم كيد هؤلاء الفساق. لأن الشباب إذا اتصلوا بالعلماء السلفيين والتفوا حول علمائهم رغبة في العلم كان ذلك سببا في سلامتهم وسببا في بيان وكشف عوار الخوارج. ومن صفاتهم كذلك خذلان الله عز وجل لهم ولله الحمد، وإبطاله لكيدهم وقطعه لدابرهم، هذه من صفات الخوارج. فلا يقوم لهم دولة، ولا يقوم لهم عز، ولا يقوم لهم فرقة وجماعة إلا جعلهم الله شذر مذر في الأرض. فلا سلطان ولا عزة ولا تمكين للخوارج، مذ خرجوا إلى هذا الزمان وإلى أن تقوم الساعة كذلك، إلى أن تقوم الساعة والخوارج لن تقوم لهم دولة، لأنهم مفسدون مخالفون للسنة. ومن خالف السنة فهو في وحشة وغربة، ومآله أن يتخلى عنه حزبه وينفرد لوحده في هذه الأرض، لا تابع له ولا ناصر ولا سلطان له. فهذا أمره إلى وبال، حتى وإن زخرف الإعلام واقعهم أو دولتهم وخلافتهم المزعومة فإن أمرهم في سفال، وأمرهم إلى وبال بإذن الله عز وجل. وهذا من لطف الله عز وجل بأهل السنة، أن الذل مصاحب للخوارج. فإن قلت وما دليلك على هذه الصفة، فأقول دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج كلما خرج قرن قطعه الله أو قال قطع، وهذا أكثر من 20 مرة حتى يخرج في أعراضهم الدجال. وقد صححه وقد قال الإمام الألباني رحمه الله حديث حسن. هذه من جملة الصفات التي ينبغي التنبيه عليها والإحاطة بها ونشرها في فئام الأمة حتى تتضح الحال لهم وينكشف الزيف عن قلوب كثير من المغترين من شبابنا بهم. نسأل الله أن يكفينا شرهم وشر سائر عدونا، والله يقينا وإياكم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.